السبب الثاني الذي تكون به الحسرة يوم القيامة وهو أعظم أسباب الحسرة ضياع العقيدة. إذا تعلق العبد وتعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى يلجأ إلى غير الله في الشدائد ويسأل منهم الذرية وقضاء الحوائج وتفريج الكروبات، ينادي الأموات والغائبين، يلجأ إلى البشر وإلى من فارقوا الدنيا ويترك القوي الذي لا ينام ولا يموت، فإن هذا العبد يتحسر يوم القيامة. إذا علق التمائم واعتقد فيها النفع والضر، إذا لجأ إلى هؤلاء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، قال الله تعالى في سورة البقرة: ومن الناس، أي صنف من أصناف الناس، ومن الناس وإياك أن تكون منهم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا انظروا إلى الحسرة، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، أي رجعة إلى الدنيا، لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الحسرة العظيمة أن يلقى العبد ربه فيسأله كما قال أبو العالية رحمه الله: سؤالان يسأل عنهما الخلائق يوم القيامة، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. وإذا أدخل العبد إلى قبره يسأل: من ربك؟ من الذي كنت تعبده في الدنيا وتلجأ إليه؟ لذلك جاء في صحيح البخاري ومسلم من رواية أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا، يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم. قال: لقد سألتك ما هو أهون من هذا، وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. لقد سألتك ما هو أهون من هذا، وأنت في صلب آدم، إشارة إلى قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المنكرون؟ السماء سماؤه، والأرض أرضه، والجبال جباله، والبحار أجراها، وجعل النجوم زينة للسماء، وخلق الكواكب، وخلق البشر، وركب فيهم أنواع الأجهزة يأكلون ويشربون ويسمعون ويتكلمون وينظرون، يسبغ عليهم النعم، العاصي يفتح له باب التوبة، والتائب يقبل توبته، والمطيع يهبه من الحسنة عشر أمثالها، والمسيء السيئة بمثلها، يرسل الرسل، ينعم على العباد، ينزل المطر، ومع هذا يشكر غيره، يقال: فلان يهب الذرية، فلان
الكلام في سورة الواقعة: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. يقولون فلان ينزل المطر، والله تعالى بصريح العبارة يقول: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. يقولون يلجأ إليه بالشدائد، والله بصريح العبارة يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. يعلمون الأشياء في الأطفال من أجل الحفظ ومن أجل العين، والله تعالى يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. من ضاع منه شيء يقال له اذهب إلى فلان، فإنه يرد الضالة ويعلم أين هي، والله تعالى يقول: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. يخالفون صريح القرآن، هؤلاء أشد الناس حسرة يوم القيامة.